ايه ده، انت النهارده بتعمل ايه؟ كيكه. كيكه؟ كيكه ايه؟ بالايه؟ بالبرتقال. بالبرتقال. طب انت حطيت ايه؟ انت حطيت ايه في الخلاط ده؟ زبادي وسكر وبيض. وايه تاني؟ سمنه. شاطر. طيب انت هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنشغل الخلاط. شغل، يلا اضربهم بقى كويس قوي. يلا تاني. طب اعمل كده تاني زي ما انت كنت بتعمل. انت بتحط ايه بقى يا مالك دلوقتي؟ فانيليا. ورينا شكلها كده. لا ورينا شكل الكيس الاول. ماشي، عشان الفانيليا دي تدي ريحة حلوة للكيكة. صح. احط دي. شاطر. لا تعالى احط عصير بقى البرتقال. استنى اجيبه لك. هحطه. استنى سامع، هحط لك منه شويه. اصبر ثواني عشان بس كمان ما تفرقش منك. خلاص هادي هادي. احط كله. يلا بالراحه. شاطر. استنى بقى نقفل الخلاط. هيا مالك، احنا كده ضربنا البيض والسكر والسمنه. وايه تاني؟ الدقيق والزبادي. لا قبل الدقيق والزبادي. صح؟ صح. وايه تاني؟ والدقيق. ايه؟ لا لسه، وحطينا فانيليا. صح كده؟ وفانيليا والدقيق. وحطينا عصير برتقال. والدقيق. وضربناهم في الخلاط كويس. وبعدين حطينا بقى الخليط. صح؟ صح. الخليط حطيناه في الطبق. وبعدين حطينا عليه ايه؟ الدقيق. شاطر. ودلوقتي هنقلبه. صح. يلا قلب كويس قوي بقى. امسك الطبق بالراحه، تقلب بالراحه خالص. قلب. انا حاساك فرحان ليه كده وانت بتعمل الكيكه كده؟ ايوه كده. ليه؟ انا قلت لك كده خلاص. لا ما انت لازم تفهمني انت ليه فرحان كده يعني. مثلا فرحان ليه؟ فرحان انت هتاكل ولا فرحان ان انت قاعد بتعك وبتلعب في الكيكه؟ فرحان انا بعك وبلعب في الكيك. طب دوق طعمها كده. شوف طعمها حلو. دوق طعمها كده. لا لا يا طعمها وحش. عشان محدش بياكلها كده اصلا. حد بياكلها وهي لسه متقلبتش؟ طعمها جميل بس عاملها زي الدقيق بالظبط. ما هي عشان لسه انت مقلبتش كويس. عشان انت مقلبتش كويس عشان كده. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا كده ما ينفعش. طب انت احنا كده عملنا ايه؟ حطيناها في الصينيه. وبعدين دلوقتي بقى هنعمل فيها ايه؟ هنحطها في الفرن؟ هنحطها في الفرن. ما هناكلها كده؟ انا كلها لما عملناها المره اللي فاتت. هو ايه اللي على بقك ده؟ دي. ايه اللي انت بتعمله ده يا مالك؟
شايفين يا اصحابنا ملك قاعد بياكل الكيكه وهي نيه قبل ما نحطها في الفرن. احنا ناخدها دلوقتي نحطها في الفرن قبل ما مالك يخلصها وياكلها كلها. طلعناها من الفرن، حطيناها هنا ودي سبلاها اكلها بقى.